اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 8 which is entitled solving inequalities in q. الدرس بتاعنا النهارده شبيه بدرجه كبيره جدا بالدرس اللي فات اللي هو درس الايكويشنز. هتلاقي تشابه كبير جدا في الايه في الدرسين، الاختلاف يبقى في جزء بسيط جدا لما نيجي عندها ان شاء الله ايه هننوي عنها، وفي اختلاف تاني هقوله دلوقتي. بالنسبه لتعريف الايكويشن قلنا ان هي جايه من كلمه equality بمعنى مساواه. طيب الدرس بتاعنا النهارده الانيكواليتي معناها عدم المساواه. يعني ايه عدم المساواه؟ يعني مش هتلاقي هنا علامه الايكوال، هتلاقي علامه الجريتر ذان اور الليس ايه الليس ذان. طيب لما نيجي نشوف ايه تاني اختلاف ما بين الايكويشن والانيكواليتي، هتلاقي الاختلاف في الحل. كان الايكويشن كان الحل عندك بيطلع جاست وان انتجر، بيطلع عندك وان سوليوشن، لكن في الانيكواليتي الحل بتاعنا بيبقى رينج من النمبرز، وهنشوف الكلام ده واحنا شغالين، هنشوف الرينج ده بيجي ازاي. طيب تعال نشوف البروبرتيز اوف الانيكواليتيز، ايه هي الحاجات اللي مسموح ان انت تعملها، وهل هشتغل عليها بالصوره اللي احنا هنشوفها ولا هنشتغل بصوره مختصره زي ما عملنا في الايكويشن. اول حاجه we can add a constant number to both sides of inequality without a change in the equality relation. يعني لما اقول لك ال6 greater than negative 9 دي ريليشن سليمه، ترو اسمها كده، اسمها ترو انيكواليتي. يعني ايه ترو انيكواليتي؟ اولا ال6 وال9 الاثنين مش ايكوال. طيب ايه تاني؟ وال6 جريتر ذان نيجاتيف 9. طيب لو انا جيت عملت ادنج ل2 هنا وهنا يديني هنا 8 ويديني هنا نيجاتيف 7. نلاحظ الاتي، تفضل معانا برضك العلاقه سليمه، يعني يفضل الليفت هاند سايد ستيل جريتر ذان الايه الرايت هاند سايد. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي we can subtract a constant number from the two sides of the inequality without it changing in the inequality relation. ال6 greater than negative 9. طيب لو جيت عملت subtraction ل7 from here and from here يديني هنا negative 1 ويديني هنا negative ايه؟ negative 16. والنيجاتيف 1 greater than النيجاتيف ايه 16، يبقى برضك الانيكواليتي سليمه. وبالتالي انا لو عملت سبتراكشن من التو سايدز بنيجاتيف نمبر مش هيأثر عندي على الايه على الريليشن بتاعتي. بروبرتي 3 بتقول لي multiplying the two sides of the inequality by a positive number doesn't change the inequality relation. طيب احنا اتفقنا ان دي هي الانيكواليتي، يعني ما عنديش هنا علامه ايكوال ولكن عندي علامه greater than وليس ذان. طيب لو انا قلت لك كده ال6 ليس ذان نيجاتيف 9، طيب المنظر ده ترو انيكواليتي ولا فولس انيكواليتي؟ لا الكلام ده فولس انيكواليتي، لان المفروض ال6 تبقى جريتر ذان نيجاتيف 9، يبقى مش شرط تكون انيكواليتي وبس، لازم تكون انيكواليتي ولازم تبقى ترو. يعني ما ينفعش تبقى عدم مساواه وفي عندي انت موجه التو سايدز غلط، لا لازم تكون الريليشن ما بين التو سايدز صح. طيب هيحصل ايه هنا؟ لو انا عملت ملتبلاينج ببوزيتيف نمبر وعملت هنا في نفس الكلام ملتبلاينج ببوزيتيف نمبر يحصل ايه؟ يديك هنا ال6 تايمز ال5 يديني 30 والنيجاتيف 9 تايمز ال5 يديني نيجاتيف الايه؟ ال45. تلاحظ ايه؟ تلاحظ ان ال30 از ستيل جريتر ذان النيجاتيف 45، يبقى الانيكواليتي ايه؟ ترو. يعني لو انا عندي انيكواليتي عملت ملتبليكيشن في بوزيتيف نمبر تفضل زي ما هي برضك، مفيش اي تغيير فيها. طيب البروبرتي اللي بعد كده dividing both sides by a positive number. طيب ادي عندي الانيكواليتي اللي احنا شغالين عليها، عملنا division over 3 هيحصل ايه؟ ال6 divided 3 is 2 والنيجاتيف 9 divided 3 is negative 3، يديني الريزلت عندي ايه؟ هتلاقي ان ال2 is still greater than negative 3، يعني دي true inequality. يبقى معنى كده يبقى انا متاح ليا او valid ليا ان انا اعمل division by a positive number بالنسبه للتو سايدز وما يحصلش اي تغيير في الريليشن. طيب نيجي لبروبرتي نمبر 5. البروبرتي دي بقى عندي اهم واحده، ودي اللي معظم المسائل بتيجي عليها، ولما نحب نتست حد في الدرس بتاع الانيكواليتي هنجيبها له في البروبرتي دي. بيقول لي ايه؟ if we multiply two sides of the inequality by a negative number. في حاله خد بالك ال5 وال6 في حاله الملتيبيكيشن وفي حاله الديفيجن باي ا نيجاتيف نمبر. تعال نشوف هيحصل ايه. انا عندي هنا ال6 از جريتر ذان النيجاتيف 9 ودي متفقين عليها من اول الدرس. لو جيت عملت ملتيبيكيشن باي نيجاتيف 1 في التو سايدز يبقى ال6 تايمز نيجاتيف 1 يديني كام؟ يديني نيجاتيف 6. والنيجاتيف 9 لما اجي اعملها تايمز نيجاتيف 1 تتحول لبوزيتيف 9،
معنى كده هيطلع لي ان الكواليتي عباره عن ايه، يطلع لي نيجاتيف 6 از جريتر ذان 9. هل النيجاتيف 6 جريتر ذان 9؟ طبعا فولس انيكواليتي. ليه؟ لان 9 هي جريتر. وبالتالي اطلع ايه انا من هنا بقى، ان انا لو عملت ملتيبليكيشن بنيجاتيف نمبر في التو سايدز لازم اعكس الساين بتاعت الانيكواليتي، لازم نعكس الايه الساين. يعني لما تلاقي هنا ال6 جريتر ذان نيجاتيف 9، لو جيت عملت لي ملتيبليكيشن في اي نيجاتيف انتجر لازم دي تغيرها تخليها كذا، تمام؟ دي هنتفق عليها بعد كده. اي ملتيبليكيشن اور ديفيجن باي ا نيجاتيف نمبر لازم اغير الانيكواليتي ايه، الانيكواليتي ساين. نيجي كذلك هنا لو هنعمل ديفيجن باي ا نيجاتيف نمبر، تلاحظ الاتي، ال6 ديفايدد نيجاتيف 6 دي نيجاتيف 2، والنيجاتيف 9 ديفايد نيجاتيف 3 يديني ايه 3. هل النيجاتيف 2 جريتر ذان ال3؟ طبعا رونج. ليه؟ لان 3 از جريتر. وبالتالي في حاله التعامل مع النيجاتيف نمبرز في الانيكواليتيز لازم اعكس الساين بتاعت الانيكواليتي. يعتبر هو ده اهم حته في الليسون، والحته دي مش موجوده طبعا في الدرس اللي فات بتاع الايه، بتاع الايكويشن. الايكويشن ما كانتش كده، الايكويشن النيجاتيف نمبر ما كانش بيأثر في الايه، في الايدنتيتي بتاعت التو سايدز. لكن هنا في الانيكواليتي التعامل مع النيجاتيف سواء بالمالتيبليكيشن او بالديفيجن لازم اغير الايه الساين بتاعت الانيكواليتي. نيجي مع بعضنا نشوف اكزامبل 1. بيقول لي فايند ذا سوليوشن سيت اوف ذا انيكواليتي اكس بلس 2 ليس ذان 5 ان ايتش اوف ذا فولوينج كيسز. اول كيس عندي ان الاكس بتبلونجز تو الزد، ذن ريبريزنت السوليوشن اون ذا نمبر لاين. انا عندي انيكواليتي بتقول لي ايه، بتقول لي اكس بلس 2 ليس ذان 5. عشان اجيب السوليوشن بتاع الانيكواليتي لازم اخلي الاكس في طرف لوحدها. فاتفقنا ان الاكس دايما بتحب الليفت هاند سايد، وبالتالي اي حاجه معاها لازم اوديها الناحيه الثانيه. كل اللي عملناه في الايكويشن هنعمله هنا بالظبط. يعني انا عندي هنا ايه بلس 2، يبقى لما اجي اوديها الناحيه الثانيه اوديها بالنيجاتيف ساين. يعني الاكس عندي هتبقى ليس ذان، ليس ذان مين؟ عندي هنا 5 ماينس الايه ماينس 2، يعني الاكس less than 5 minus 2 is a 3. طيب انا عندي الاكس less than 3، يبقى الاكس بتيكوال عندي ايه؟ يبقى الاكس عندي هت ايكوال الاتش، هي less than 3 يبقى 2 و1 و0. وخش بقى في النيجاتيف كله. ليه؟ لان الزد عندي عباره عن البوزيتيف انتجرز والنيجاتيف انتجرز، يبقى النيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وانت ماشي لحد النيجاتيف ايه، لحد النيجاتيف انفينيتي. لما اجي اعمل ريبريزنتيشن للكلام ده على النمبر لاين اعمله ازاي؟ ادي ال2 اعمل عليها كده، ال2 معايا وال1 معايا وال0 معايا والنيجاتيف 1 معايا والنيجاتيف 2 كذلك، وانا ايه وانا ماشي اقوم واخد سهمي كده، يبقى هو ده السوليوشن عندي بتاعي. كل المنطقه دي كلها عباره عن السوليوشن بتاعي اللي يحقق هذه الايدنتيتي. يعني لو جيت عملت بيك اب لاي نمبر في الحته دي وخدته وحطيته هنا يحقق لك الانيكواليتي دي. طيب في حاله لو الاكس بتبلونجز تو الان، في حالة لو الـ x belongs to n natural numbers، احنا عرفنا ان natural numbers عبارة عن الزيرو union positive integers. وبالتالي عشان احقق هنا solution يبقى الـ x عندي هت equal كام؟ هت equal 0 1 and a and 2. ما اقدرش اخد النيجاتيف معايا عشان الـ n ما فيهاش النيجاتيف. انا بقول لك x less than 3، امتى تكون الـ x less than 3؟ لو خدت 0 او 1 او ايه او 2. طيب لما اجي اعمل لها representation هنا على number line، يبقى انا عندي هاخد معايا مين؟ هاخد الزيرو، هاخد ال1، هاخد الايه، هاخد ال2. تبقى ديسكريت بوينتس كده. الاكزامبل اللي بعد بيقول لي فايند ذا سوليوشن سيت اوف ذا انيكواليتي 2x minus 5 greater than 5 in each of the following. اول حاجه لما يكون الاكس بتبلونجز تو الكيو، والكيو ده الراشونال نمبرز سيت، وده اكبر سيت عندك اللي بتضم الفراكشنز، والزد دي البوزيتيف والنيجاتيف والايه والزيرو. طيب نحلها مع بعضينا. انا عندي هنا ال2x ماينس ال5 جريتر ذان الايه؟ ال5. نودي ده الناحيه الثانيه بالبوزيتيف ساين، يبقى انا عندي هنا ال2x هتبقى جريتر ذان ال5 بلس الايه؟ بلس ال5. يبقى ال2x از جريتر ذان الايه؟ ال10. طب انا عندي هنا عمليه ملتيبليكيشن، يبقى ال2 تروح الناحيه الثانيه بالديفيجن، يبقى انا عندي هنا الx هتبقى جريتر ذان ال10 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 2. يعني الفاينل سوليوشن الx از جريتر ذان الايه؟ ال5. يبقى هو ده السوليوشن بتاعي، ان الاكس جريتر ذان ال5. طيب في حاله لما اكون الاكس بلونجز تو الكيو اكتب ازاي السوليوشن؟ هقول ان السوليوشن سيت هت ايكوال معايا، انا عندي اكس جريتر ذان ال5، يبقى ال6 7 8 9 اند ايه
and so on. طيب هل في طريقة تانية اكتب بيها solution set غير كده؟ اه في طريقة تانية اللي هي ايه؟ هنقول كده ان solution set بت equal x where where يعني انا هعرف دلوقتي الايه ال x where x بت belongs to الايه؟ to q ايه كمان؟ and ايه؟ and ال x greater than الايه؟ ال 5. الحتة دي كده بتبقى محفوظة، يعني الحتة دي بتبقى محفوظة، واللي يطلع معايا في الحل انزله فين؟ انزله في الحتة دي كده. طيب خد بالك هنا محتمل ان الاكس يطلع فراكشن، يعني اي فراكشن ممكن الاكس يطلع فراكشن. ليه؟ لان الاكس بتبلونجز تو الكيو. طيب في حاله ان الاكس بلونجز تو الزد يبقى عندي هوين اكس بلونجز تو الزد. لما اجي اكتب السوليوشن سيت اكتب نفس الكلام ده بس اغير هنا الايه، بدل اكس بلونجز تو كيو اكتب اكس بلونجز تو زد. يعني السوليوشن سيت عندي هتيكوال معايا اكس هوير x belongs to z and ال x greater than ال a greater than ال 5. افهم ايه من الكلام ده؟ افهم من الكلام ده ان ال x هنا ما فيهاش fractions، يبقى الفرق ما بين ال z وال q ان q فيها ال fractions، ال z ما فيهاش ال a ال fractions. Example 3 بيقول لي find in q the solution set of each of the following inequalities. اول واحدة عندي 4 minus 2x less than or equal 2. احنا اول حاجه هنتخلص من مين؟ نتخلص من الفور. طب الفور الساين بتاعتها نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ لا خد بالك الساين دايما موجود على الليفت، يعني النيجاتيف ده ده الساين بتاع الايه الترم ده مش بتاع الترم ده، يعني الفور عندي از بوزيتيف، لما اكون بوزيتيف اوديها الناحيه الثانيه بالايه بالنيجاتيف، يبقى عندي هنا نيجاتيف 2x هتبقى ليس ذان اور ايكوال 2 اللي موجوده هنا، والفور راح يطلع لها بالايه بالنيجاتيف، يبقى 2 نيجاتيف ايه 2 ماينس 4. يبقى عندي نيجاتيف 2x هيبقى ليس ذان اور ايكوال 2 ماينس 4 بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف 2. ناخد بالنا جدا في الحته دي ليه؟ عشان انا عندي هنا الكوفيشنت اللي قدام الاكس از ايه؟ از نيجاتيف. يبقى هو لما هيكون نيجاتيف انا عشان اتخلص منه يا اما هعمل له ديفيجن يا اما هعمل له ملتيبليكيشن. في الحاله دي انا هعمل له ديفيجن الناحيه الثانيه، واحنا اتفقنا ان انا لما اعمل ديفيجن على نيجاتيف لازم اعمل ايه؟ اغير الانيكواليتي ساين. يعني انا دلوقتي هديفايد، يبقى ديفايدنج both sides by negative 2. اوكي يبقى انا عندي الاكس هتبقى لوحدها وهنا هيبقى ايه negative 2 divided negative 2، لان هودي دي الناحيه الثانيه. اما هودي الناحيه الثانيه اكني عملت division للبوث سايدز باي ايه باي نيجاتيف 2، وانت بتنزل بقى الساين في الخطوه دي تعكسها لي تخليها كده. اوكي يعني الوقت المناسب ان انا اغير الساين اول ما اشيل الكوفيشنت من هنا واديه الناحيه الثانيه غير الساين على طول، يبقى عندي الاكس هتبقى جريتر ذان ايه؟ جريتر ذان والايكوال كام؟ نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2 يديني ايه؟ يديني 1. لما اجي اعبر عنها يبقى الاس عندي السوليوشن سيت هتيكوال معايا الاتي، يا اما جريتر ذان والايكوال 1 يبقى 1 2 3 4 اند سو اون. طيب في طريقه ثانيه ان احنا نكتبها كده الاس اس بتيكوال عندي كل الاكسز هوير الاكسات دي عباره عن ايه؟ بت بيلونجز تو الكيو. طب ايه كمان؟ وكل الاكسات دي جريتر ذان اور ايكوال كام؟ 1. عايز تعملها كده اوكي، عايز تعملها كده ايه؟ اوكي. طب نيجي اللي بعد كده. هنا 7 تايمز الاكس ماينس 1 جريتر ذان 9x ماينس 6. هنا لازم اعمل ديستريبيوشن لل 7 هنا، يبقى انا عندي هنا 7x ماينس 7، دخلت ال 7 هنا وهنا. هيبقى جريتر ذان 9x ماينس الايه؟ ال 6. اتفقنا مع بعضينا الاكسات تحطها في الليفت هاند سايد. يبقى دي كده اجيبها هنا. والنيجاتيف 7 اوديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. يبقى عندي ال 7x تجيلها ال 9x بالنيجاتيف، يبقى ماينس 9x الكلام ده جريتر ذان النيجاتيف 6 كانت موجوده في السايد ده، راح يطلع لها النيجاتيف 7 بالبوزيتيف ايه؟ بالبوزيتيف 7. طيب 7x ماينس 9x بنيجاتيف 2x. هيبقى greater than negative 6 plus 7 is 1. اوكي؟ انا محتاج هنا احصل على الاكس لوحدها. عشان احصل على الاكس لوحدها ابص على الكوفيشنت الاقيه نيجاتيف. تاخد بالك هنا هنغير الساين. يبقى هودي دي هناك بالديفيجن وانا نازل لازم الساين دي ايه؟ تتغير. يبقى عندي الاكس هتبقى less than 1 over negative ايه؟ negative 2. ده راح بالديفيجن وغيرت الساين. ويبقى السوليوشن سيت عندي هيكوال معايا الاكس هوير الاكس بتبلونجز تو الكيو، اند اكتب الحته دي اكس ليس ذان 1 اوفر ايه نيجاتيف 2. طيب نيجي اللي بعد كده.
Example 4 بيقول لي find in Z the solution set of the inequality 3x minus 5 greater than or equal negative 11 and less than 4. المنظر ده غريب عليك شوية، ده بنسميه compound inequality، يعني الانيكواليتي دي مركبة. ادي عندك كونسترين وادي عندك انذر كونسترين، يعني دي الحدود اللي بتحدد لك الايه الانيكواليتي. طب نتعامل معها ازاي؟ زي ما كنت بتعامل مع وان سايد هتعامل مع الايه مع التو سايدز بالظبط. يعني انا عندي هنا اهي ال 3x minus ال 5 less than الايه ال 4 and greater than or equal negative ايه 11. انا عايز اتخلص من مين؟ من نيجاتيف كام؟ من نيجاتيف 5. يبقى يروح هنا كده بالبوزيتيف ويروح الناحيه الثانيه بالايه بالبوزيتيف. يبقى عندي هنا مين؟ يبقى عندي 3x تبقى greater than or equal، ادي النيجاتيف 11 راح لها مين؟ راح لها بوزيتيف 5. طيب هنا greater less than ال 4 راح لها مين؟ راح لها البوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 5. تتحول معاك ل 3x greater than or equal نيجاتيف 11 بلس ال 5 بنيجاتيف 6. وعندي هنا 4 بلس ال 5 از ايه؟ از 9. طب اعمل ايه في ال 3؟ ال 3 عشان اتخلص منها لازم اعمل اوديها هنا بالديفيجن وهنا بالديفيجن. يبقى اوديها في التو سايدز، يبقى عندي يبقى معايا الاكس less than 9 divided 3 and greater than or equal negative 6 divided كام؟ divided 3. مستر طب انا شايف نيجاتيف هنا، طب ليه ما غيرتش الساين بتاعت الكونسترين ده؟ احنا خد بالك احنا بنيجي نغير الساين لازم يكون الكوفيشنت بتاع الاكس هو اللي نيجاتيف، مش احد الحدود هي اللي ايه؟ هي اللي نيجاتيف. وبالتالي الاكس عندي هنا هتبقى greater than or equal negative 6 divided 3 is negative 2 و less than 9 divided 3 is ايه؟ is 3. طيب يبقى انا عندي هنا الاكس عندي السوليوشن سيت عندي هتيكوال كام؟ هنا الكومباوند انيكواليتي بتبقى سهله شويه، مش شرط اكتبها بالصوره اللي هي الفيربال. يبقى انا عندي هنا greater than or equal negative 2، يبقى negative 2 معايا، يبقى negative 2 و negative 1 و 0 و 1 and 2، ما اخدش ال 3 ليه؟ عشان مش قايل لي هو less than or equal كام؟ 3. لما اجي اعمل لها representation على النمبر لاين كل واحده من دي اعمل عليها سيركل، يبقى النيجاتيف 2 اعمل لا اعمل كده اعمل كده 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 and كده. يبقى انا كده عملت representation للسوليوشن سيت على الايه؟ على النمبر لاين. طالما مع بعضينا نشوف بعض السيلكتد بروبلمز على اكسرسايز 8. اكسرسايز 3 بيقول لي فايند ذا سوليوشن سيت اوف ايتش اوف ذا فولوينج انيكواليتيز ان كيو. بروبلم 1 بيقول لي x بلس 2 جريتر ذان ال 5. احنا اتفقنا عشان اخلي الاكس لوحدها اي حاجه معاها تروح الناحيه الثانيه بعكس الاوبريشن. هنا عندي اديشن يروح سبتراكشن. يبقى انا عندي هنا الاكس هتبقى جريتر ذان ال 5 موجوده زي ما هي، البلس 2 راح الناحيه الثانيه بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف 2، يعني الاكس جريتر ذان الايه؟ ال 3. اوكي يبقى السوليوشن سيت هتيكوال معايا اكس هوير اكس بتبلونجز تو الكيو اند اكس جريتر ذان الايه؟ ال 3. يعني الحته دي كده محفوظه. كل المنظر ده محفوظ، اللي هيتغير الحل اللي انت هتطلعه تجيبه تحطه فين؟ في المكان ده. طب هنا اللي بعد كده بيقول لي نيجاتيف 1 greater than or equal x minus 3. خد بالك هي هنا جاهزه لك، يعني مش لازم اودي الاكس الناحيه الثانيه، هي هنا جاهزه. يعني ممكن على طول النيجاتيف 3 اوديها الناحيه الثانيه بالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى نيجاتيف 1 بلس 3 greater than or equal كام؟ x. يبقى عندي هنا 2 greater than or equal كام؟ x. يعني الاكس less than or equal كام؟ 2. يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal x where x belongs to q and x less than or equal كام؟ equal 2. problem 7 بيقول لي negative 2x less than or equal 12. طيب دي هنا المسائل اللي احنا بنركز عليها، عندك coefficient negative موجود مع الايه؟ مع الاكس، يبقى هنا هنغير الساين، يبقى ده لما يروح الناحيه الثانيه لازم تنزل لي بدي كده تغير الساين، يبقى هنا دي 2x less than هيبقى الاكس greater than ال 12 over ال negative ايه؟ نيجاتيف 2، يعني الاكس جريتر ذان النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف 6. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي هتيكوال معايا اكس وير اكس بتبلونجز تو الكيو اند الاكس جريتر ذان نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 6. اللي طلع معايا هحطه هنا على طول. طيب اللي بعديها نفس الكلام، خد بالك في نيجاتيف اهو.
طالما الكوفيشنت اللي موجود مع الاكسس نيجاتيف لما يروح الناحيه الثانيه بالريسيبروكال لازم تعكس لي الساين دي. يبقى الاكس عندي هنا دي بدل ما تبقى ليس زينر ايكوال تبقى جريتر زينر ايكوال. ايه ادي عندي ال1 اوفر 4 مين اللي هيروح له؟ هيروح له نيجاتيف 4 ديفايدد الايه ديفايدد ال1. نعمل سمبليفيكيشن ده دي نيجاتيف 1 يبقى الاكس از جريتر زينر ايكوال كام؟ نيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت عندي انا هيكوال معايا اكس وير اكس بتبلونجز تو كيو اند الاكس جريتر زين اور ايكوال نيجاتيف ايه نيجاتيف 1. اكسرسايز 4 سولف ايتش اوف ذا فولوينج انيكوالتيز ان كيو نمبر 6 1 بلس 2 اكس ليس زين اور ايكوال نيجاتيف 3. هنا اصبحت مور كومبليكيتد. هنعمل عمليتين قبل ما اخلي الاكس لوحدها. ال1 يروح هنا بالنيجاتيف يبقى ال2 اكس ليس زين اور ايكوال نيجاتيف 3 ماينس ال1 يعني ال2 اكس ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف الايه نيجاتيف 4. بعد كده نودي هناك بالديفيجن يبقى الاكس ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 4 ديفايدد 2. هنكمل هنا يبقى الاكس ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. يبقى السوليوشن سيت عندي هنا هتيكوال كل الاكسز وير الاكس دي بتبلونجز تو الكيو اند الاكسات دي كلها ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. طيب نيجي اللي بعد كده نفس الكلام ال9 تروح هناك بالنيجاتيف يبقى هنا نيجاتيف 6x less than ال15 minus الايه minus ال9 يبقى النيجاتيف 6x less than 15 minus ال9 يديني 6. طب خد بالك هنا بقى انا هنا هعمل ديفيجن على بوزيتيف انتجر ولا نيجاتيف انتجر؟ لا على النيجاتيف انتجر. يبقى لازم الكونسترين ده وانا بكتبه اغيره على طول. يبقى انا عندي هنا الاكس هيبقى greater than ال6 divided نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 6. يبقى الاكس جريتر ذان نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت عندي انا هتيكوال معايا اكس وير الاكس بتبلونجز تو الكيو اند الاكس جريتر ذان النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف 1. اللي بعديها هنا زي الايكويشن بالظبط لازم اعمل كروس برودكت. يبقى ده هنا ده تايمز ده يديني ده تايمز ده. يبقى ما اجي اكتبها بطريقه ثانيه هقول ايه؟ ان ال2 تايمز 3x ماينس 2 ده تايمز ده greater than or equal ده times ده اللي هي كام؟ اللي هي 5. اوكي؟ طيب نفكها مع بعضينا. يبقى انا عندي هنا 2 times 3 6x minus ال 4 greater than or equal كام؟ ال 5. يبقى عندي ال negative 4 تروح هناك positive 4 يبقى 6x greater than or equal 5 plus ال 4 يبقى ال 6x greater than or equal كام؟ 9. هعمل division على ال 6 يبقى ال x greater than or equal 9 divided ال 6 يعني ال x greater than هن divide 3. يبقى انا عندي هنا 3 divided كام؟ divided 2. يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal معايا x where ال x belongs to q and ال x greater than or equal 3 over ال a over 2. problem 11 هن distribute 2 هنا وهنا. يبقى انا عندي هنا 4n negative ال2n. خد بالك وانا بديستريبيوت النيجاتيف 2 هنا وهنا اراعي النيجاتيف ديت. نيجاتيف 2n تايمز الn بنيجاتيف 2n. نيجاتيف 2 تايمز النيجاتيف 1 ببوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 2. هيبقى جريتر زين اور ايكوال كام؟ 0. بعد كده نكومباين اللايك تيرمز. يبقى عندي هنا 4n ماينس 2n ب 2n بلس 2 جريتر زين اور ايكوال كام؟ 0. ده يروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى ال2n جريتر زين 0 minus 2 يعني ال 2n greater than or equal negative a negative 2. بعد كده اعمل division over ال 2 يبقى ال n greater than or equal negative 2 divided 2 يعني ال n is greater than or equal كام؟ negative 1. يبقى السوليوشن سيت عندي هت equal معايا المره دي بقى ال n where ال n belongs to ال q and ال n greater than or equal negative a negative 1. Exercise 5 solve each of the following inequalities in Q. أول واحدة 8 minus 2x less than or equal 5x. طبعا دي سهلة مش لازم دايما تحتفظ بالx في الليفت هاند سايد. خد ده كده وديه فين على طول في الايه في الرايت هاند سايد بالبوزيتيف. يبقى عندي دي هت equal معايا 8 less than or equal 5x plus ال 2a ال 2x يعني ال 8 less than or equal 7a 7x. يعني نكتبها من هنا يبقى يعني 7x greater than or equal كام؟ ال 8. هن divide 7 يبقى ال x greater than or equal ال 8 over ال كام؟ over ال 7. هنا ما قاليش find the solution set يبقى حاسبها له ايه؟ حاسبها له كده. يبقى انا كده حلتها على طول.
طيب نيجي اللي بعد كده بروبلم 7 نعمل ديستريبيوشن لل 3 والنيجاتيف 2 يبقى عندي هنا 3x بلس ال 6 جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 2 تايمز الاكس بنيجاتيف 2x نيجاتيف 2 تايمز ال 1 نيجاتيف ايه نيجاتيف 2 اجيب النيجاتيف 2x هنا واودي ال 6 ايه هنا في خطوه واحده يبقى انا عندي هنا ال 3x تروح لها النيجاتيف 2x يبقى بوزيتيف 2x جريتر ذان اور ايكوال عندي النيجاتيف 2 موجوده هنا البوزيتيف 6 تروح لها بنيجاتيف ايه بنيجاتيف 6 3x و2x يبقى 5x greater than or equal negative 2 minus 6 بنيجاتيف الايه نيجاتيف الايه اعمل ديفايد اوفر ال5 يبقى انا عندي الx greater than or equal negative ال8 divided الايه ال5 واسيبها على كده ان هو مش طالب مني solution set نمبر 10 طيب عشان اتخلص من ال2 ديت اعمل ايه الافضل نعمل multiplication للهول inequality by ايه by 2 يبقى multiply both sides by a by 2 يبقى لما اعمل 2 times x over 2 يديني كام يديني الx ما تنساش ان 2 لما هتخش على كل الترمز يبقى عندي هنا بلس كام بلس 6 هيبقى less than or equal 2x تبقى 4x بلس الكام بلس 2 طيب نجيب دي هنا كده يبقى انا عندي x minus ال 4x less than or equal 2 والبوزيتيف 6 تروح هنا نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 6 يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 3x less than or equal نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 4 خد بالك انت لو كنت في اللقطه دي وديت دي هنا كان هيبقى افضل لك ليه؟ عشان تحتفظ ان الكوفيشنت يكون بوزيتيف ولكن انا مش عايز الخبطك دايما خلي الاكس فين؟ في الشمال لما تتمكن قوي من حل المسائل وتلاقي عينك ملاحظه ان انت ممكن تودي الاكس في طرف ثاني من غير ما تغير الكونسترين مفيش مشكله خلاف كده ومش عارف تحل لا امشي سيستماتيك افضل هنا هعمل ديفيجن اوفر نيجاتيف يبقى اغير الكونسترين يبقى قبل ما اكتب السطر اغيرها يبقى الاكس هنا تفضل لوحدها وعندي هنا النيجاتيف 4 ديفايدد نيجاتيف ايه 3 يعني الاكس جريتر ذان اور ايكوال كام 4 اوفر كام اوفر 3 اللي بعد كده بيقول لي فايند السوليوشن سيت اوف ايتش اوف ذا فولوينج انيكواليتيز سوليوشن سيت يبقى لازم اكتب بعد ما اوصل لهنا اكتب له سوليوشن سيت دي كومباوند انيكواليتي هعمل ايه اودي ده هنا وده ايه وده هنا يبقى انا عندي هنا 4x هيبقى greater than or equal 9 minus 1 and less than or equal 17 minus الايه minus 1 يبقى ال 4x greater than or equal 8 وless than or equal 16 طب نديفايد 4 هنا وهنا يبقى ال x greater than 8 over ال 4 وless than 16 over ال 4 يعني ال x greater than or equal 2 و less than or equal كام 4 تمام يبقى انا عندي هو بيقول لك find x belongs to z يبقى معنى كده عندي ان ال solution set عندي هت equal معايا عندي 2 و 3 and ايه and 4 عشان عندي هنا greater than or equal و less than or equal طالما قال لي equal يبقى اخد مين السايد ده معايا وطالما هنا في equal يبقى اخد السايد ده ايه معايا بروبلم 2 البوزيتيف 2 يجي هنا بنيجاتيف 2 يجي هنا بنيجاتيف 2 يبقى انا عندي هنا ال 3x greater than or equal 9 minus 2 و less than 12 minus 2 يبقى ال 3x greater than or equal 7 و less than 10 هندفايد over 3 يبقى ال x greater than 7 over 3 و less than 10 اوفر الايه 3 طبعا مش هينفع اعمل عمليه الديفيجن هيبقى عندي فراكشن يبقى اكتبها بالصوره الثانيه بالفيربال يبقى عندي السوليوشن سيت عندي هت ايكوال معايا الاكس وير اكس بتبلونجز تو الكيو اند نكتب الايه السكشن ده الاكس جريتر ذان اور ايكوال 7 اوفر 3 وليس ذان 10 اوفر الايه اوفر 3 اكسرسايز 8 تشوز ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن اول واحده اف نيجاتيف اكس ليس ذان 5 ذان طيب زين ايه انا عندي نيجاتيف اكس اتفقنا لما يكون عندي الكوفيشنت بتاع الاكس از نيجاتيف لازم اغير الساين بتاعه الكونسترين يعني لما اعمل ديفيجن اوفر نيجاتيف 1 النيجاتيف دي على النيجاتيف 1 يبقى عشان اوديها الناحيه الثانيه هعمل ديفيجن اوفر نيجاتيف 1 يعني ال5 اوفر النيجاتيف 1 يديني نيجاتيف 5 يبقى هنا هقول اكس جريتر ذان النيجاتيف ايه النيجاتيف 5 ليه عملت ليه غيرت الساين بتاعه الكونسترين عشان عملت ديفيجن باي نيجاتيف طيب هنا 2 اف الاكس بيلونجز تو الان
يبقى السوليوشن سيت اوف ذا انيكواليتي نيجاتيف اكس جريتر ذان ال3 از اي. طب انا عندي نيجاتيف يبقى هغير الساين بتاعت الاي الكونسترين ده يبقى الاكس ليس ذان النيجاتيف 3 اكس ليس ذان نيجاتيف 3 ليس ذان نيجاتيف 3 يعني نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6 اند سو اون. يبقى اختار ايه؟ هل الرينج ده من النمبرز بيبلونجز تو الان؟ لا، الان عندي عباره عن الزيرو يونيون البوزيتيف، وبالتالي السوليوشن از ايه؟ يبقى اس 5. هنا اكس اوفر 3 ليس ذان 4 از ايكويفالنت تو ايه؟ اودي ده هنا معمول له ديفيجن، يروح هنا بالمالتيبليكيشن، يبقى ايكويفالنت تو اكس ليس ذان 4 تايمز 3 از ايه؟ 12. يبقى ايه؟ از دي. اللي بعد كده الاكس عندي بتبلونجز تو الزد، يبقى السوليوشن سيت بتاعت الانيكواليتي 5x less than 25 وgreater than 20 هنعمل ايه؟ هنا ال 5 اعمل ديفيجن هنا وهنا اوفر ال 5، يبقى عندي هنا الx greater than 20 over 5 4 وعندي 25 over 5 تبقى ايه؟ تبقى 5. لما اكون عندي x greater than 4 و less than 5 يبقى هي كل الفراكشنز بتوين ال 4 وال 5. طب هل انا عندي الاكس بتبلونجز تو الكيو ولا الزد؟ بتبلونجز تو الزد، والزد فيها انتجرز بس، يبقى انا ما ينفعش اقول ان في عندي هنا انتجرز ان بتوين، يبقى بالتالي هيكون عندي هنا از ايه؟ از فاي. ولكن امتى يكون ليها سوليوشن؟ لو الاكس بتبلونجز تو الكيو هتاخد كل الفراكشنز من اول جريتر ذان الفور لحد ليس ذان الايه؟ الفاي. طب اللي بعد كده السوليوشن سيت بتاعت الانيكواليتي نيجاتيف 2 اكس ليس ذان 0 ان كيو از وات؟ انا عندي هنا نيجاتيف، يبقى انا هودي النيجاتيف هديفايد اوفر نيجاتيف، يبقى هعكس الكونسترين ده يبقى الاكس جريتر ذان 0 اوفر نيجاتيف 2 ب 0. لما يكون الاكس جريتر ذان ال 0 يبقى عباره عن الايه؟ عباره عن هل الكيو بوزيتيف ولا الكيو نيجاتيف ولا الزد بوزيتيف؟ الزد بوزيتيف دي فيها الزيرو، طب الكيو بوزيتيف؟ الكيو بوزيتيف ما فيهاش الزيرو، وبالتالي السوليوشن از ايه؟ از بي. طيب number 6 the number of solution of the inequality x greater than 1 over 5 و less than 2 over 3 هو x belongs to q is what between الفراكشن ده والفراكشن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن infinite number of fractions. لو قال لي في الزد ما ينفعش، لكن الQ ده infinite. ولو تفتكر من الفيرست تيرم احنا اتكلمنا عن الدنستي بتاعت الايه؟ بتاعت الراشنال نمبر، وقلنا ان الراشنال نمبر ده الدنستي بتاعته عاليه جدا، وبتوين اي تو فراكشنز عندي انفاينايت نمبر اوف ايه؟ اوف فراكشنز، وشرحناها طبعا في الدرس بتاع الايه؟ بتاع الراشنال نمبرز. يبقى عندي السوليوشن هنا عندي از دي. نمبر 7 بيقول لي اف اكس جريتر ذان الواي يبقى 1 اوفر اكس و1 اوفر واي. طبعا لما يكون الاكس جريتر ذان الواي هيبقى 1 اوفر الاكس لازم تكون ليس ذان 1 اوفر الواي، لان هنا بعمل ديفيجن على نمبر جريتر ذان الناحيه الثانيه، هنا بقسم مع عدد كبير، يبقى لازم يطلع الريزلت عندي ليس ذان الايه؟ ليس ذان دي. يبقى هنا عندي التشويس از بي. ذا نمبر 2 بيلونجز تو السوليوشن سيت اوف ذا انيكواليتي اي هو اكس از ان انتجر. لما اكون اكس عندي انتجر يبقى 2 موجوده في اي واحده من دول؟ هنا عندي اكس جريتر ذان 2 ينفع؟ ما ينفعش، ما قاليش ايكوال. ليس ذان 2 ينفع اخدها؟ لا، ما قاليش ايكوال. طيب عندي هنا بقى نيجاتيف، نودي النيجاتيف الناحيه الثانيه بالديفيجن بس اعكس الساين، يبقى عندي هنا اكس ليس ذان نيجاتيف 3 اوفر نيجاتيف 1 يديني هنا ايه؟ 3. وعندي هنا يروح الناحيه الثانيه يبقى اكس ليس ذان نيجاتيف 3. هنا الاكس ليس ذان نيجاتيف 3 يعني نيجاتيف 4 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 6، يبقى ما ينفعش يكون فيها 2. طب هنا الاكس ليس ذان 3 يبقى هنا في 2 وفي 1، يبقى 2 معايا هنا، يبقى التشويس سي هو اللي هيحقق معايا الايه؟ الستيتمنت دي. طيب عندي هنا if x greater than 5 يبقى النيجاتيف x مالها؟ طب انا عشان اعمل نيجاتيف x هنا احط نيجاتيف بعمل ايه؟ بنغير الساين بتاعت الكونسترين، يبقى النيجاتيف x less than الايه؟ النيجاتيف 5. يبقى الايه؟ السوليوشن ايه؟ السوليوشن ده. طيب وبكده بقى احنا خلصنا الليسون بتاعنا النهارده بتاع الانيكواليتي. الليسون ده سهل جدا، الليسون ده ما فيش فيه حاجه، هو متشابه بنسبه كبيره مع درس الايكويشنز. كل الاختلاف عندي في حاله الكومباوند انيكواليتيز، لما يكون عندك الاكس في النص وعندك طرفين، اللي هتعمله هو هو، اللي هعمل هنا هو اللي هعمله هنا. طيب ايه تاني مهم في الليسون ده؟ اخد بالي في حاله الديفيجن والمالتيبليكيشن بتاع النيجاتيف، لما يكون عندي فيه نيجاتيف مع الاكس واوديه الناحيه الثانيه لازم تغير الساين بتاعت الكونسترين اللي هي العلامه بتاعت الجريتر ذان والليس ذان. كل الغلطه في الليسون ده بتيجي في الحته دي.
وبالتوفيق إن شاء الله.